ركنية على التنفيذ. إيهاب الخوالدي يلعب إيهاب، تبعث على الرأسية ولكن مقطوعة من الدفاع، هنا خطيرة خطيرة. أول الأهداف لمصلحة نادي البقعة، هدف ولا أروع، تسديدة من خضر الحاج. من أين أتيت بهذه الكرة يا خضر؟ وكيف سددت الكرة على الطاير؟ يحرزها خضر الحاج ويفتتح التسجيل لنادي البقعة، هدف ولا أروع، هدف سينمائي. هنا أحرزه اللاعب رقم 26 خضر الحاج، وهنا جمهور البقعة الفرح بهذا الهدف، الهدف الثمين. وفي الخمسة دقائق الأولى سنشاهد الهدف بالإعادة. شاهد هنا الركنية، وهنا مقطوعة كانت من الدفاع، وهنا على الطاير، شوف يا سلام، هنا على الطاير يحرزها لاعب البقعة خضر الحاج. شوف 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 شوف، يا سلام يا سلام، ماذا يريد أن يفعل لا حماد الأسمر؟ لا يستطيع أن يفعل شيء سوى النظر لهذه التسديدة الرائعة. سنشاهد الكرة بالإعادة مرة أخرى. الحكم أحمد يعقوب هل كان قاسيا على البقعة في احتساب ضربة الجزاء؟ سنشاهد الكرة بالإعادة، الحكم هو الأقرب، نحن سنشاهد فقط. شاهد هنا، يعني لا أعلم، الكرة قريبة كانت من الحكم أحمد يعقوب وهو الأقرب، وبالتالي يتخذ هذا القرار، وهو احتساب ضربة جزاء على التنفيذ. هنا منذر رجا، منذر رجا، وأبو نبهان، وهنا أبو نبهان، وهنا هدف التعادل لمصلحة نادي العقبة. يعني الحارس محمد أبو نبهان تصدى لضربة الجزاء، ولكن الدخول من ماركوس وإحراز هدف التعادل. هنا الجماهير العقباوية التي أتت من العقبة لتستمتع بهذا اللقاء، وهنا يعادل النتيجة اللاعب ماركوس. هنا المدرب رائد الداوود، شاهد الإعادة، هنا منذ الرجاء وأبو نبهان، ولا يدخل ماركوس ليحرز الهدف التعادل، وتسديدة كانت في القدم اليسرى. شاهد شاهد شاهد، يعني كان محظوظا ماركوس. شاهد هنا ماركوس وفي القدم اليسرى يحرز هدف التعادل، هدف التعادل لمصلحة نادي العقبة لتعود